بالطوفان جدلتكم به اولادكم يلبسوا الاكفان نفذوا خطة تشوفها غير في الافلام تقول غزوة البدر اللي حكاتها صورة الانفال الناس اللي عانت اصواتها راي تعالت تنعم هدي اعوام والعدوان تاعكم يتعاود ربي عالم فتحكم امام العالم او يخي قلتوا انكم اقوى جيش العالم او مقاومة تدافع بدون تسريح كي يخرج الملثم يخلعكم في كل تصريح لسان عربي فصيح وسلاح رصاص وتسبيحة وانتم سفح موسيقى مرحم مسلم ولا مسيحة شفنا على المباشرة جيش فاشل فاجرة يزور في الحقائق ويفبرك في خبر عاجلة شفنا جيش عاجز يواجه في جندي عربي يستنجد طائرات وبواخر اليو اس ارمي معابد حطمتوها قيم محترمتوها امة كانت حرة مي انتم اللي احتلتوها القصة حرفتوها الخريطة ومحيتوها اراضي كانت طهرة وللدعارة حولتوها الحرب حبيتوها انتم اللي حليتوها ونهار اللي مات ولادكم كيتو شكيتو محملتوها الشعر حرقتوها والنيران حرقتوها ونهار جعلت فيكم غير الخسارة اللي حققتوها خيبر 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 حتم قديمة شعلة وديما خايضة النهاية تاعكم خايبة 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 ولادكم تعيش حياتها كاملة خايبة وكلهم فلسطين شعب جامي طيع مملكة مئات الاف الشهداء تطيح مملكة كانت دم تاع الأمة كل يسيح حتم قديمة عباد واقفة تناضل ولا تصيح كلهم فلسطين شعب جامي طيع مملكة مئات الاف الشهداء تطيح مملكة كانت دم تاع الأمة كل يسيح حتم قديمة عباد واقفة تناضل ولا تصيح كلهم شي خيبر 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 حتم قديمة شعلة وديما خايضة النهاية تاعكم خايبة 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 ولادكم تعيش حياتها كاملة خايبة كلهم ما جاية خيبر خيبر السعودة بالجنونة وش حيجيك من بلاد علماءها في السجون الباقي يوم مشلول ما يحكيش على الفجور يحب طاعة الولي بالركوع والسجود يوم الرجولة راي حرام وبالكبائر عادي كرم يتهجموا على المقاومة والكتائب حرجوا الكلاب ضد السنة والكتاب تحت رايد بن سلمان لعد مسيلمة الكذابة عبادة مراد بالنفاق تاع الأعراب أعمالهم سراب وسخوا حرمة هاد التراب فلسطين في الأنقاض ضرب صواريخ قراد والسعودي مع شاكيرا طاح في موسم الرياض بالفطرة تعلمت باللي صبر راح يفيدنا من وقت أهل الكهف كي ربي نسر هدوك الفتية في غزة هاد الفطرة لحياته يمدها فدية يخرج له السديسي يقول له راك تدير في الفتنة كون غير عافتنا وما تزيدش على أعدائنا ولا على الأقل رحمتنا كيما رحمت أعدائنا فكرتني بعلمائنا وقت معاوية وابن زيد علماء اللي راحوا في توبة قطع الرأس تاع الحسين عم بالغ السيل وما بقاتش الحمية يتوسلوا لأمريكا باه تعطيهم الحمية فلسطين راي ضحية وراي محرومة من الحرية مادم خادم الحرمين أصبح خدم الحرمية وصاكم الرسول عبيت مال المسلمين تغنيتوا بالحجاج وباستغلال المسنين هادي عوام هادي سنين والفساد غير يتزايد إن شاء الله تعودوا رجال كي تاخدوا موقف كي الجزائر خيبر 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 حتم قديمة شعلة وديما خايضة النهاية تاعكم خايبة 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 ولادكم تعيش حياتها كاملة خايبة وكلهم فلسطين شعب جامي طيع مملكة مئات الاف الشهداء تطيح مملكة كانت دم تاع الأمة كل يسيح حتم قديمة عباد واقفة تناضل ولا تصيح كلهم فلسطين شعب جامي طيع مملكة مئات الاف الشهداء تطيح مملكة كانت دم تاع الأمة كل يسيح حتم قديمة عباد واقفة تناضل ولا تصيح كلهم شي خيبر 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 حتى